كشفت دراسة حديثة أن ازدياد أعداد البكتيريا في الأمعاء لا يعمل على تنشيط استجابة الجهاز المناعي فحسب، بل يعيق السالمونيلا من النمو والتكاثر أيضاً. وأشارت الأبحاث التي أجراها فريق من العلماء من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا إلى أن ازدياد مستويات البكتيريا في أمعاء الإنسان يمكن أن تكون شكلاً جديداً من العلاج ضد التسمم الغذائي.